إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إن القرآن العظيم لا تنقضي عجائبه ولا تحصى معانيه وفوائده، ولا يتجلى هذا الأمر لك ولا يظهر إلا حينما تتفاعل مع قوله جل وعز: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن تدبر القرآن هو مفتاح العلوم والمعارف، به يزداد الإيمان في القلب، كلما ازداد العبد تأملا فيه زاد علما وعملا وبصيرا. القرآن بين يديك تقرأ مع أي شيء تتفاعل، ما الذي يأسر هذا القلب حينما تفتح القرآن وتقرأ؟ إن أغلب الناس يتفاعلون كثيرا مع القصص، النفس بطبعها تميل للقصة، وإذا سألت الناس مع أي قصة تتفاعلون أكثر تجد أن الغالبية العظمى يأنسون كثيرا بقصة يوسف، ولا غرابة فهي أحسن القصص. أحسن القصص لكونك تجد هذه الحادثة برمتها قد قيلت في تلك السورة، فلا يحتاج منك أن تنتقل من سورة لأخرى لتفتش عن بقية أحداثها، فهي قصة متكاملة تقرأها من البداية إلى النهاية وتميل لها، لأنها بدأت بأحداث مؤلمة مؤسفة، ثم كانت تلك النهاية الجميلة التي تأنس النفوس عادة أن تجد نهاية جميلة ترتضيها حينما التقى الأب والأم مع الإخوة ليوسف عليه السلام. لم آتي أحبتي ليتحدث عن قصة يوسف كسرد قصصي تأنس به، لا، لكننا سنفجر تلك المعاني والوقفات التي عنوانها التدبر والتفكر والتأمل. كيف نستطيع أن نقرأ القرآن قراءة أخرى، أن نأخذ من ذاك السياق الجميل تلك المعاني التي نستفيد منها في حياتنا بعيدا عن المشهد الرائع والسياق القصص الجذاب؟ سنقف وقفات لنتعرف على مفهوم التدبر لهذه الآيات، وكيف تظهر تلك المعاني التي نبحث عنها. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. لو قرأت هذا السياق، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا،
أفسدوه نتيجة للمال؟ لا. ماذا نفهم من هذا السياق؟ كيف نتدبر هذه الكلمات؟ نخلص منها أن عطايا القلب أثمن من عطاء اليد. حسدوه لأن أباهم يحب يوسف وأخاه أكثر. فلابد أن نفهم جيدا أحبتي أن عطايا القلب أثمن من عطايا اليد. بعض الناس تسأله، بعض الآباء، بعض الأزواج، ماذا قدمت لأبنائك؟ قال: إنني لا أرد أبنائي ما يطلبونه من مال أعطيهم، فأنا أكسب. ليس هكذا تكسب، ليس هكذا تكسب الناس بالمال، لكن ماذا قدمت لأبنائك من هذا القلب الذي بين الجوفين في صدرك؟ هذا القلب الذي في صدرك، هل قدمته لأبنائك؟ هل قدمته لزوجك؟ أم أن الأمر ارتبط بالمال؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ليست قضية مال، قضية قلب. فقدم لأبنائك وأهلك قلبك، تعاملك، حبك، رحمتك، شفقتك، أكثر مما تقدم. وهذا السبب من هذا السبب. ثم ماذا قال؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. أبعدوا يوسف، فهل غاب الحب؟ الحب الصادق أحبتي لا يفارق الأجساد. يجب أن نفهم هذا الأمر جيدا. مهما أبعدت الإنسان لابد أن تفهم طبيعة النفس البشرية. الحب الحقيقي والصادق لا ينتزع من الجسد حتى لو بعد ذات المحبوب. يجب أن نفهم هذا الأمر. أبعد يوسف فما مات الحب في داخل قلبه. ثم آية قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. لما جلس إخوة يوسف يتآمرون ماذا يفعلون؟ الغالبية العظمى قرروا قتله، لكن واحدة قد أبدأ انتعاما واعتراضا: لا تقتلوا يوسف، ماذا نستفيد؟ أعداؤك أخي الحبيب ليسوا بمنزلة واحدة، كن ذكيا في تعاملك مع أعدائك، لا يغلو الإنسان من عدو، لكن كن ذلك الإنسان الذي تنجح بترتيب أعدائك. بعضهم يناسبك العداء بنسبة كبيرة ومنهم دون ذلك، فتستفيد من هذا التباين وهذا الاختلاف بين أعدائك في نظرتهم لك. ولذا كيف نجا يوسف من القتل حينما اعترض أحد أعدائه من إخوته: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة. ويستمر الوضع ويطلبون من هذا الأب، من يعقوب عليه السلام، أن يسمح ليوسف أن يذهب معه. ماذا قال يوسف؟ ماذا قال يعقوب؟ ما قال يعقوب: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وهكذا أعلن يعقوب لهم عن الوسيلة التي سيستخدمونها للقضاء على يوسف. الذئب ما خطر على ذلك. ولذا لما جاءوا زعموا أن الذئب قد أكل. ولذا نقول أحبتي، وخاصة للمربين وللآباء، إياك أن تقدم السهم المسموم القاتل لمن تربيه، أن تفتح أبصارهم على أمور تضرهم وأنت تظن أنك تحسن إليهم. بعض الشيوخ، بعض المعلمين، بعض الآباء قد تراه يتحدث لأبنائه، لطلابه، وينبههم بأمور كانوا غافلين عنها، هو ظنا منهم أنه يحذرهم. كان يقول بعض الآباء أو بعض المعلمين يثير بعض الشبهات:
لطلابه. شبهات قيلت في القرون المتقدمة، شبهات في الإلحاد، شبهات في الزندقة، لا يمكن أن يصل بتلك الكتب فيثيرها. فقد تستقر هذه الشبهة في عقل ذاك الطالب فيتبناها. وهذا تراه حينما تجالس بعض الشباب الذين تغيرت أفكارهم، قال سمعت شبهة فما وجدت ردا فتبنيتها. فلماذا تثير مثل هذه القضايا أو بعض الأمور والتصرفات التي تكون بينك وبينها البعد المشرقين والمغربين جرت في أقاصي الدنيا تثيرها؟ نعم، نحن أحيانا قد نطلق عبارات تحذيرية لتثير بعض القضايا التي نخاف على شبابنا لأننا رأينا أنها بدأت تلامسنا، لكن لا تفتح أمورا هي بعيدة عنك. أو كما يفعل أحدهم قال إنني أعرف بعض الأشياء التي نراها في بيوتنا إن نحن استخدمناها استخداما سلبيا تكون كالمخدرات. يقول لهذه الأهالي هذه المادة الموجودة في بيتنا لو استنشقت هذه المادة فهي مخدر، ما الذي يمنع هذا الابن أن يجربها وهو لا يعلم عنها شيئا؟ مضينا طوال سنين عمرنا وهذه المادة في بيوتنا ما فكرنا يوما أن نتعامل معها كمخدرات. وأحدهم يقول إن من أسهل الوسائل في الموت، يخاطب شبابا كانوا بين يديه، أن تأخذ جرعة من هذه الأدوية، عددا من هذه الحبوب تفارق الحياة. الإنسان الشاب تأتي فتراته ضعف، كأنما تقول له اسمع لا داعي أن تشنق نفسك، أن تطعن نفسك، خذ هذه الحبوب تناولها هي مسكنات، أكثر منها تموت. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه. فهذا السهم القاتل إياك أن تحكيه لمن من تحتك. ولذا استغلها الإخوة وزعموا أن الذئب قد أكلته. ثم يمضي الصيام ونقف مع بعض الآيات. وجاءوا على قميصه بدم كذب. القميص أحبتي ذكر القميص في سورة يوسف 3 مرات. وجاءوا على قميصه بدم كذب. كان القميص سببا للحزن. وفي الموضع الثاني لما فر يوسف عليه السلام من امرأة العزيز وقدت قميصه، ماذا قال الشاهد؟ وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فكان القميص سببا للبراءة. والثالث اذهبوا بقميصي هذا وألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. كان القميص سببا للبشارة والفرح. القميص هو لكن قد تتغير، قد تتغير يتغير مردود. فما يكون سببا لتعاستك اليوم قد يكون سببا لفرحك غدا. قد تبتلى بابن لك تعاني منه، قد يكون في مستقبل الايام هو سبب سعادتك، هو سبب فرحك. قد تمر بك احداث اليوم حدث معين تتألم له وتأسى وتحزن، لكن قد تكون تلك الحادثة سببا لخير تجده في مستقبل. فيجب أن تعي هذا الأمر وتعامل مع ما يمر بك من أهداف بهذه الصورة المتفائلة والمشرقة. تعالوا لننظر إلى يعقوب أحبتي. في دراسة نفسية نحتاج أن نفهم جيدا في تعاملنا مع الناس. ماذا قال يا يعقوب؟ يا أسفا على يوسف. لما تحزن يا يعقوب وعندك 11 ابنا فقدت واحدا؟ فلما تحزن؟ نفهم أحبتي من دراستنا للنفس البشرية أحيانا المكان لا يملأه إلا واحد، لا يملأه إلا واحد.
يعقوب نبي، ومع ذلك يا أسف على يوسف، سعادته من وجود يوسف. فهكذا النفس أحيانا لا يملأ المكان إلا شخص واحد، إلا نوعية معينة من الناس. وهكذا نتفاعل مع أمنا، مع أبينا، والدي لا يأس إلا بوجود فلان من أصحابه، من بره أن آتي بهذا الشخص إذا ما أردت أن أذهب وأقابل المسافر معه، ليأنس به. المكان لا يأنس إلا بوجود هذا الصاحب. ويقول يعقوب: فتحسسوا من يوسف وأخيه. عجبت من هذا السن، فتحسسوا من يوسف. يوسف اختفى من سنوات، والأدلة العقلية المجردة تدل على موته، لكن انظر حينما تأتي الأدلة العقلية لا يفقد الثقة منه. الثقة حينما ترى أحداثا وملمات تعصف منك وترى مستقبلا أسودا لا يبشر بخير. هؤلاء أصحاب التشاؤم دعوا يفكرون بهذه الصورة، لكن يكن في داخلك الثقة بالله سبحانه وتعالى، بموعود الله كما كان من يعقوب. فتحسسوا من يوسف وأخيه. تتحسس عن طفل فقدته في وقت مبكر، في وقت مبكر، تقول هذا الكلام؟ وهذا نحتاج أحبتي، وخاصة في هذا الزمن، الثقة بالله سبحانه وتعالى كما كان من يعقوب عليه السلام. ومن الوقفات أحبتي يوسف في داخل السجن. ماذا قال له بعض المسجونين معه لما سألوه عن الرؤيا؟ إنا نراك من المسلمين. هذه العبارة نفسها قد قيلت ليوسف لما أصبح على خزائن مصر، ارتفع: إنا نراك من المسلمين. الشخصيات النقية أحبتي لا تتبدل، لا تتغير مهما على شأنك وارتفع. فأنت باق على تواضعك، على أخلاقك، على قيمك، لكن انظر إلى واقع الناس. حينما كان إنسان بسيطا تراه متواضعا، لما تعين في منصب وكان له ذاك الحضور انظر كيف اختلفت النظرة. ذهبت: إن نراك من المسلمين. يوسف لا، وقد تجلى في موضعين، في موضع إن نراك من المحسنين، وفي موضع آخر ماذا قال إخوة يوسف لما اكتشف؟ هنا تتفجر المقاصد علينا مرة السحر. فهو كان المشهد الختامي، قبل المشهد الختامي في بعض الوقفات التي نحتاج إلى لما أرادوا من أبيهم أن يسمح لأخيهم بنيامين أن يذهب، فأرسل معنا أخانا نقتل، أرسل معنا أخانا نقتل، لهم مصلحة أن يذهب معهم أخوه، لأن عزيز مصر اشترط أن يأتوا بأخوه، هناك مصلحة. انظر إلى اللغة التي استخدموها: فأرسل معنا أخانا نقتل. لكن لما تغيرت المصلحة ماذا قالوا لأبيهم؟ إن ابنك سرق، إن ابنك سرق. لما وضع السواع، سواع الملك، في رحل بنيامين، انظر كيف تغيرت. لما كانت المصلحة لهم ما قالوا إن أخانا سرق، إن ابنك سرق. وهكذا بعض الناس يتبدلون، إذا تغيرت مصالحهم تتغير لغتهم، تتغير كلماتهم، وهذا تتفاجأ. حينما يقول له حاجة انظر إليه كيف يتحدث معك بلغة رقيقة وبمدح وثناء، ويخبر عليك بكل تواضع. أما وقد انتهت المصلحة ليختفي عنك، وإذا ما لقاك ونظر إليك نظر إليك شزرا أحيانا لا مصلحة يرضى، كما كان من أخوة يوسف. فأرسل
فأسرها يوسف. هذه الكلمة أسرها يوسف. أحبتي، أنتم تجدون إساءات أحيانا تصدر من قبل بعض أحبابكم من زملائكم، وخاصة في هذا العصر مع انتشار مواقع التواصل والأجهزة التي تسهل أن تسمع رأي من صاحبك، يرد عليك بين قوسين في الواتساب بعبارة قاسية، بعبارة ترى فيها انتقاصا لك، إساءة لك، كن على منهجك. فأسرها يوسف، لا تبديها، لا تظهرها، وقد تندم. يسيء لك أحيانا في مجلس، قد تكون من الأفضل أن تكتمها كما كتمها يوسف، أن تجعلها في قلبك في حياتك. وهذا الذي فعله يوسف. أما تستفيد درسا مهما للغاية ألا تبدي، لأننا أحيانا قد نطلق بلساننا العنان في الرد عليه ثم نندم، ليتني ما كتبت، ليتني لم أقل هذه الكلمة، ليتني لم أرد عليه بهذا الرد. تندم بعد ما ندمت. ولذا كن على هذه منهجية يوسف الصديق، تسرها في قلبك ودعها لله، واجعل وقتا لا بأس به يمر، عند ذلك إذا أردت أن ترد فافعل ما شئت، لكن في وقتها اجعلها في قلبك حتى لا تندم. العجيب أحبتي في المشهد الأخير، لما جاء إخوة يوسف فأخذ يوسف يحمد الله عز وجل على أن نجاه ربه، ماذا قال؟ قال أخرجني من السجن. لما لم يقل أخرجني من البئر أولا، من الجب؟ إخوته جالسون يستمعون لي، فما أراد أن ينتقم، ما أراد أن يحزن إخوته ليذكرهم بأنهم هم أصحاب الجريمة الأولى، هم الذين ألقوا. لم يلتفت إلى ذلك، لم يتحدث عن ذلك، حدثهم أن الله عز وجل قد أخرجه من السجن مراعاة لخواته. وهكذا الإنسان أحبتي لا ينتقم لنفسه، دائما العفو هو الذي يقوم. فطالما الحياة مرت والقلوب تآلفت فلا داعي أن أنقش الماضي، ما في داعي أن أذكر له ما جرى. هذا تراه عند بعض الناس حينما يصفي حساباته مع بعض أصدقائه، جرت بينكم حوادث قديمة انتهت في وقتها، وجرت حادثة جديدة فلا داعي أن تنقش الماضي، انتهى. هذا تراه أحيانا من بعض الزوجات، منذ 20 سنة فعلت أمرا، منذ 30 سنة فعلت أمرا، وانتهى الموضوع وجرت مشكلة جديدة. تبدأ بالتاريخ كله تحكي الماضي، انتهينا منه وكان مني الاعتذار، وتصافت القلوب، فلم تعيدين الماضي أو تفعل أنت أحيانا مع زوجك، لا تعيد الماضي، انتهى، ردمنا عليك التراب، دعينا نعالج المشكلة الحالية. فلنكن بصورة يوسف حينما حمد الله عز وجل وأخوته يسمعون أنه أخرج من السجن. وهكذا الإنسان أحبتي لا يصفي حسابات، لا ينتقم، ولا يذكر أشياء قد تعكر صفو هذا الصلح الذي جرى وهذا الذي حدث. نعم أحبتي، هي إشارات أحببت أن أقدمها لنفهم كيف يكون التدبر والتأمل. نعم نقرأ سورة يوسف، نقرأ سورة يوسف، نأنس بسياقها، نمضي مع مشاهدها، ثم تعلو ابتسامة جميلة على محيانا في نهايتها. لكن اقرأ بهذه الصورة تكون أعمق وأفضل، وهنا تكون الدروس والعبر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم الفريد من فاستغفروه إنه هو الغفور. واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن الله جل وعلا أمركم بأمر
قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأجب بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهديهم سبل السلام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا من لا يرد أمره ولا يقسم جده يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرسلت به نصرت أن تنصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم، اللهم نصرا عاجلا غير أجل يا رب العالمين. اللهم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا عزيز يا جبار يا منتقم، أنزل العذاب والهوان والصغار والهزيمة على كل من ناصب هذا الدين العداء. اللهم فلق شملهم، اللهم شدد كلمتهم، اللهم أرنا فيهم يوما كريما فرعون وهامان وقارون فإنهم لا يعجزونك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل.